مشكلة هذه المنطقة كانت في موضوع الآبار، يعني هذا البير اللي أنتم شايفينه القريب منا هذا له 13 سنة متعطل، وهو واحد من مجموعة آبار اللي الآن قاعد المؤسسة بتتابع مع مقاول بأهل في هذه الآبار. لما تحول لكهرباء 40 يعني تقريبا النص، بالإضافة إلى هالكيتي بعد التجربة الجديدة إذا بده يظل على 40 بده أخرى كمان يزيد نصف كمية المي اللي كان يطلعها في الأول، بالتالي هذا يعم بالفائدة على المزارع وبالتالي على مدخول المزارع. في مجال نطوركم البير هذا بدعم من الهلال الأحمر الإماراتي، ومشكورين برئاسة الدكتور سلام فياض مؤسسة فلسطين الغد برئاسة الدكتور سلام فياض. بشكر القائمين على المشروع لجمعية فلسطين الغد والجمعية الهلال الأحمر الإماراتي.